ذلك العالم. وأن الإنسان يعيش في الدنيا لثلاثة أمور رئيسية: الأمر الأول لعبادة الله، الأمر الثاني لإعمار الأرض، الأمر الثالث لترك أثر طيب مهما كان هذا الأثر، ممكن يكونون أبناء صالحين، ممكن يكون علم ينتفع فيه من بعده. فلا يعطي الإنسان الحياة أكبر من حجمها، ولا يعطي الصراعات الجانبية اللي تعرقل مسيرة الحياة أكبر من حجمها، لأنها سيصل إلى مرحلة معينة وإلى عمر معين عندما يلتفت للوراء سيكتشف أن كل ما بذل فيه مجهود كبير من الصراعات والأذى لا يساوي شيء، وأن أبسط الأشياء هي أهم شيء لديه، مثلا ابتسامة أهداها لشخص، صدقة تصدق فيه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات